جهة محددة لهم ولا بالشمال وبالجنوب يوزعونكم عشوائية يوزعونها؟ والله طبعا الشركات الكبيرة أكيد لهم مصادرهم وطلع لهم بسرعة، تطلب تقدم على قسيمة وهذا يعطونك. على طاري يوم تقول أنت التجار الكبار، إيه؟ أنت بحكم توك صار لك سنتين نزلت السوق، شلون شفت التعامل من قبل التجار الكبار؟ أنت كمواطن كويتي صغير تبي تستثمر، تبي لك اسم بالسوق. مثلا أنا أقول لك الحين تاجر العود إذا شاف التاجر الصغير مثلا خذ حصة سوقية من بضاعته، مثلا الحين أنا قاعد هالشهر مبيعاتي قاعدة تقل تقل تقل، ليش؟ فأنا أمسك مثلا الحين تاجر العود أنا مثلا زين، أو الشركة العودة، فقاعد تاخذ التقرير تقول قلت مبيعاتي ليش؟ فتشوف السوق في منتج جديد هني، ليه وإذا نزل جديد لا 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 في غلط، في ضرر عليك، خلنا نمسكه مثلا. لا أنا الحين أنا يعني هذا رؤية التاجر، هذا اللي حاصل الحين بالساحة كذي. تلقى الحين زين مثلا هذا خذ حصة سوقية من عمر ليش تطولها وهي قصيرة؟ يعني يقولها بسلاسة، أي منتج ينزل السوق التاجر الكبير ما يعطيه مجال، يكسر مجاديفه. لا احنا ليش ما نفصل على اساس نوضح حق الناس، حق الناس انا اعطيك منتج شغل. مالك يحطون لهم منتج الف منتج باء وجيم ودال عشان يحرقوا منتج. ايوه يعني مثلا الحين انا مثلا شركه اجبان، جاني جبن جديد دش علينا على الخط زين، انا شركه واحده الحين افرع منها وافرخ منها خمس شركات تحتي كلها اجبان على اساس هذاك في امه خير يبيع وانزل سعري بعد كسر مجاديفه انا بعد راس مالي صغير او شويه خلينا نقول او محدود، ما عندي سيوله وما قاعد ابيع بحكم ان هذاك نزل سعره، فانا خلاص كش مع السلامه ما يعطونك مجال. مع السلامه. بس احب اذكر مشاهدينا الكرام اللي يحب يشارك معانا بالحلقه، ما عليك الا ارسال مسج بحرف لام بالعربي او بالانجليزي ال على الارقام الظاهره على الشاشه، وراح ان شاء الله الكنترول يجاوبون معاكم ويدخلون مشاركاتكم. اخوي محمد، اعضاء مجلس الامه يعني ثلاث جلسات سوى عمليه الاسعار، كان لك تعليق عليها او تصريح؟ انا قبل ما انتقل حق السؤال هذا بس خل اجاوب. تعقب على كلمه اخوي عمر؟ لا لا لا، بالنسبه حق اللي قبل شوي اللي قلت لي ان التاجر ما يحصل مكان انه هو او ما يحصل قسيمه صناعيه انه هو يصنع فيها المواد مالته. نعم. فهو لجأ لأماكن يعني غير مخصصة للصناعة، قام يلجأ لمكان غير مخصص وهم غير وخالي من الرقابة من التجارة والبلدية. فأنت كذي قاعد تفتح المجال أن يصير فيه غش، يصير فيه تلاعب بالأسعار، يصير فيه مواد فاسدة. ناحية أن اليوم بدل ما هي أنا أصنع المواد مالتي المواد الغذائية في مصنع والباب مفتوح والأي واحد من البلدية أو من التجارة أن يوصل مكاني وأكون سهل أن أنا يقدر يكشف على البضاعة اللي عندي والمواد اللي عندي إذا هي صالحة أن الواحد يقدر يستخدمها استخدام البشري، هل هي صالحة ولا غير صالحة؟ أما أنا اليوم أروح ألجأ وصنعها في سرداب أو في مكان غير مرخص غير صحي مثلا غير صحي بحكم أنه ما عنده مكان، بحكم لأنه ما عنده مكان. فليش ما تسوي الدولة؟ الدولة قاعد تعطي ناس وناس تسهل هالأمور، بس أنت اليوم في ناس قاعدة تأخذ قسائم بدون وجه أي حق. يعني في ناس قاعد حبتك عيني مضامك الدار. نعم، في ناس عندها، أنت ارجع روح أوصل حق رجال عمل الصناعة قول لهم عطوني لستة بسامي الناس اللي عندهم القسائم يعني الصناعيه. اكثر اخوان اخوي محمد هني كانوا ضيوف عندي يشتكون من القسائم في عمليه التوزيع في الثروه الحيوانيه، كذلك السمكيه، كذلك الاخوان المنتج الوطني، اي حرفيه بمعنى اصح، يقول كلها محاباه ما يوزعونها توزيع صحيح. صح. من قبل الحكومه. صح. ليش الحكومه ما تكون على تعامل الجميع كتجار على مسطره واحده؟ انا ايش قاعد اقول لك؟ قاعد اقول لك يا ان تشيل سالفه التوزيع هذا بالمجان وشيء رمزي. نعم. خلاص نشيل الموضوع هذا وتحط القسائم للبيع، اللي عنده مزاد يخلونها مزاد، اللي عنده يشتري، هذا حل. ولا لا تلعب، ولا لا تلعب، يا انك انت توزع تخلي القسائم هذه كلمة حلوة للبيع. منكم انتم التجار لا تلعب، يعني فيها لعب كوره. لا تلعب يعني قصدي من تحت الطاوله قاعد تمشي امورك، عرفت؟ يعني انت اليوم شخص واحد يجيني مثل الاخ عمر، طبعا هو ما عنده بس قاعد اعطيك مثل،
عنده 15 قسيمة صناعية أو عنده 20 قسيمة صناعية، عنده بصبحان وعنده بمغرة وعنده كذا مكان، وما عنده ولا مصنع قائم لا هو، ما عنده مصنع خاص فيه. نعم. يا مضمنه يا انه مأجره، فهذا غلط، ما يعطي الدور الصحيح. والشخص اللي مستأجر منه قاعد تكلفة قاعد تزيد عليه، قاعد يدفع كل شهر 2000 2500 دينار. انا برد حق سؤالي الاول اللي سألتك يا، بس خلني بسأل اخوي عمر قبل لا تروح، الكلمة اللي قالها تحت الطاولة، الجمعيات ياخذون معك من تحت الطاولة، يعاملونك من تحت الطاولة؟ انا البعض منهم ها. طبعا البعض منهم. شوف اخوي ابداح، احنا الحين مع الاسف وصلنا حق مرحلة انه تحت الطاولة بكل مكان، مو بس بالجمعيات. الفساد انتشر على مستوى الدولة، الفساد الحين يدرس بالمدارس. يدرس؟ ايه يدرس، يعني الفساد له مدرسة خاصة فيه، عرفت؟ ليش؟ ليش وصلنا هالمرحلة هذه؟ ها؟ ليش وصلنا هالمرحلة؟ لأن القوانين ما قاعد تطبق. شوف صدقني، لو الحين الدولة تاخذ أي قانون أو لو تاخذ جميع القوانين بكل الهيئات والمؤسسات والجمعيات وتطبقها، تطبقها صح. شوف أنا ترى مثلي الأعلى بهالأمور دبي، نفتخر فيها والله بالخليج. دبي شوف في أحد قاعد يخالف الحين؟ يتحاسب الشيخ قبل المواطن. احنا الحين مع الاسف الديره ضايعه معود، ايش نتكلم؟ كلمه عمر فساد منتشر على مستوى الدوله محمد في جميع الاجهزه. لا مو يعني ما نقول في جميع الاجهزه، اغلب خلينا نقول في البعض، يعني في شغلات انه في فعلا في امور فيها تهاون، القانون مو قاعد يطبق. خلينا نقول ارجع حق سؤال اللي قلت اياه، تقول تهاون ما تهاون، خلينا نقول الجهة التشريعية أعضاء مجلس الأمة أدى دورهم الصحيح في قضية الأسعار؟ شوف خلال أنا أعطيك بالمختصر يعني والكل يفهم، ها يعني اليوم في جلسة واحدة يقرون زيادة الرواتب، في جلسة واحدة رواتبهم أهم أعضاء مجلس الأمة، أي في جلسة واحدة قروا زيادة رواتبهم، أما حق المدرس حق الموظف أي كادر، أي كادر هذا يقعدون له 4 5 مصلحة 6 7 10 المواطن والمقيم، الأسعار سووا لهم ولا شيء؟ يعني ما يعني ما في شيء على أرض الواقع، ما في أي شيء جذري ملموس أنه هو فعلا أنه قاعد، يعني إحنا قاعد نستفيد من وراء بعض المشرعين للأسف. ما في شيء، لو في شيء أنت اليوم عندك 51 سنة غرفة التجارة وصناعة الكويت القانون مو مفعل. اليوم إذا بي أحاسبك، إذا بحاسبك أنا اليوم وأقول لك تعال أنت شنو قاعد تسوي على هالكرسي هذا، تقول لي والله اسمح. بس محمد ليش أعضاء مجلس الأمة زيادة رواتبهم أو ميزات مالتهم كأعضاء مجلس الأمة أقروها في جلسة واحدة؟ بعد يعني هذا من غير ما أنا أجاوب، يعني ليش انت ردك دبلوماسي؟ لان يبون يساعدون، عارفك محمد مفاتح مدن، لان يحبون المواطنين والشعب، يحبون اي يحبون المواطنين والشعب وايد. اخوي عمر الجمعيات التعاونيه اي نعم يبيلها قوانين اكثر معنى اصح في عمليه التعامل مع التاجر، او قوانينهم اللي عندهم الان يفعلونها على ارض الواقع. انا ابي اكسر سؤالك بسؤال اقوى، خلنا اقول هل اتحاد الجمعيات له سلطة وقوانين يمشيها على الجمعيات؟ شنو تشوف أنت؟ أنا والله في استفهام رب الكعبة. شنو الاستفهام؟ يعني أنا لما أسأل ربعي التجار وأسأل الجمعيات أساسا يقولون طبعا لهم سلطة كاتحاد، اتحاد التعاونية لهم سلطة، بس لما أروح أنا حق الجمعيات كلها هذا يمشي بقانون وهذا يمشي بقانون ثاني، وين وهذا ما يرد على قانون، وين وزارة شؤون عن الاتحاد وعن الجمعيات ككل؟ أنا هذا أسأل أبي رد، أنا أبي رد. تبي رد من وزارة الشؤون؟ أنا أبي رد. زين. يعني إذا أنا أعطيك مثال. تفضل. أنت الحين قلت لي 60 يوم. نعم. هذا بالقانون مال وزارة الشؤون. خلينا نقول كذي. ولا تدري شلون؟ اي خل 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 60 يوم. انزين الاتحاد ينجبر فيه ولا ما ينجبر فيه؟ المفروض ينجبر فيه صح؟ نعم. انزين ليش ما قاعد يطبقه؟ وليش الجمعيه ما تطبقه؟ ليش الاتحاد ما يحاسب؟ انت لما تورد للاتحاد ولا للجمعيه؟ للجمعيه.
خلاص ايش جاب. بس انا اخاطب الهده الحين، الجمعيه اذا ما منها طب انزين حاسب اللي فوق على اساس يحاسب اللي تحت. شلون انت بتحاسبه؟ انا قاعد اخاطبه الحين. شو تقول؟ وصل رسالتك قدام الشاشه، وصل رسالتك. يعني انا الحين مثلا انا ترى كل عقدتي بس بال ايش اسمه، بال خلينا نقول بالمرحله الاخيره اللي هي القبض، ابي اقبض منهم فلوسي عدل اساس اداور عملي وازاول عملي كمستثمر صغير. ابي فلوسي كل شهر او شهر ونص تنزل، او شهرين خلينا نقول اذا 60 يوم، اساس وراي اجارات وراي عمال وراي دنيا. انزين اذا انتم الحين ما قاعد تدعمون، قاعد تكسرون مجازفنا من اول، شلون نشتغل؟ انزين فحط قانون 60 يوم ناخذ مال الشؤون، والاتحاد ياخذه يجبره يفرضه على الجمعيه. اذا طاف 61 يوم ويتنا شكوى من اي شركه، لا عاد هني الجمعيه تحاسب حساب يعني من الاتحاد، يمشونهم على السيف صراحه. زين بحكم تعاملك معاهم، ذكرت لي قبل شوي قلت البائع يبي، مسؤول الفرع يبي، والمدير يبي، والدنيا البعض منهم اي طبعا كلهم يبون. شو السبب؟ ما في رقابه من اعضاء الاداره الجمعيه؟ قد يكون ما في رقابه، وقد يكون الاداره تدري. يعني الحين مثلا شلون الاداره تدري عنهم؟ يمكن الاداره تبي، يمكن لها نصيب منها من هالسالفه، يمكن الاداره لها نصيب من السالفه اداره الجمعيه، ويمكن ما تدري. يمكن الحين انا مثلا مندوب بي انزل مثلا جيمر حلو، وشركه فلانيه انزل جيمر، اي حق البائع اللي هو الكاشير، البائع اللي مكتوب عليه بائع واقف عند الرف يرتب الرف يعدل، اعطيه كل شهر 50 دينار. لازم تعطيه اجباري ولا بضاعتك تروح فيها؟ لا في بعض الجمعيات شريفه، جمعيات لا. انزين اروح له 50 دينار برز بضاعتي على الرف، والبضاعه الثانيه قطهم ورا ولا تحت ولا تنزل او خلي حصريه مثلا بضاعتي هني بهالجمعيه هذه. نعم او خليها حصريه لك بالرف نفسه. في صارت وايد مع الفروع، وايد مع الفروع تروح الفرع الفلاني مثلا ما تحصل مثلا الماركه الفلانيه، تروح الفرع هذا بالدوره لا بالثالث. يعني كل فرع متخصص بشيء واحد ينزله، تسال صاحب الفرع تقول له وين المنتج الفلاني ليش ما نزل؟ لا اليوم ما قاش. ليش ما قاش؟ لان انتم محتكرينه وراصينكم راس بفلوس ولا تنزل غيره. ما ينوع البضائع اللي موجوده؟ لا ما ينوع. واذا قالك يخلي حريه الاختيار للمشتري او للمساهم نفسه. احنا نبي كذي ابداع، بس مع الاسف التجار هم اللي قاعد يتحكمون بتنزيل السوق. يعني مع الاسف ان التاجر هو قاعد يجبر الجمعيه على يسوي 1 2 3، مو الجمعيه تقول والله حق التاجر تبي ولا ما تبي. نعم معنا اتصال من اخونا ناصر البدر، حياك الله اخوي ناصر وساعة المباركه. الله يبارك فيك اخوي بداح ويعطيك العافيه على برنامجك. الله يسلمك واشكر اخوانك المشاركين وياك. نعم وانا بالنسبه لموضوعكم عندي سؤال واحد بالنسبه لموضوع الجمعيات التعاونيه. تفضل. ابي اعرف دور الجمعيات التعاونيه، تطرق اخوك عمر. نعم. بالنسبه للشيكات، صرف الشيكات. ايه فمبدا صرف الشيكات بالجمعيات يرجع لمنو؟ من هو المسؤول عن مبدأ الشيكات؟ طبعا انت عارف ان الجمعيات التعاونيه لها وضع بالنسبه لصرف الشيكات. ايه طبعا ما راح تكون خسرانه اذا سواء في التاخير او لا. ان سبقت الموضوع، تدري ان التاجر له التزامات. صح عليه التزامات من هالناحيه، فيا ريت نعرف من هو المسؤول عن موضوع الشيكات بالنسبه للجمعيات التعاونيه. سؤال ثاني اخوي ناصر، هذا سؤالي الوحيد. يا ريت انه يكون اجابتي، ويا ريت انه يكون الاخوان يركزون على موضوع الجمعيات التعاونيه ان شاء الله اكثر من المواضيع الثانيه، لان الجمعيات التعاونيه تهم المواطن والمقيم. بس هم اخوي ناصر هم بعد هم كذلك القوانين من قبل الجهات الحكوميه لابد انها تفعل عشان الجمعيات هم يكون عليها رغبه اكثر. طبعا انا قاعد الاحظ ان الجمعيات قوانينها بروحها، يعني ما لها شغل بالدوله ولا بالحكومه، يعني فدراليه. نعم هذا اللي قاعد اشوفه انا. من كذي تطرق لك الى موضوع الشيكات، الموضوع الشيكات بيد رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره، ما له شغل بالتجار ولا بالحكومه. نعم شاكر. نعم. لك اخوي ناصر على مشاركتك ويعطيك الف عافيه اخوي. الله يعافيك وشكرا اخوي بداح وموفق ان شاء الله. اجمعين شكرا. مشكور اخوي محمد، يمكن سمعنا من مشاركه اخونا ناصر يقول عمليه الشيكات
خلينا نقول مزاجيه من الجمعيات التعاونيه ياخرونها مع ان القانون ينص على 60 يوم. طبعا هذه انا يمكن ما عندي خلفيه